وصفة اليوم من الوصفات الرائعة جدا لعلاج تجاعيد البشرة، الخطوط الدقيقة على الوجه تعمل أيضا على التبييض وتفتيح لون البشرة، توحد المسامات توحد لون البشرة وتزيل المسامات المفتوحة على البشرة، يعني عناية شاملة للبشرة. قناع رائع جدا بمكونات بسيطة متوفرة في كل البيت، تصلح لجميع أنواع البشرة. المكون الرئيسي في هذه الوصفة هو العسل. بالنسبة للعسل هو من أحسن المكونات التي ينصح باستعمالها على البشرة، هناك عدة أقنعة من هذا المكون، أيضا تزيل الحبوب على الوجه. سنقوم بتحضير هذا القناع. نحتاج أولا إلى ملعقتين كبيرتين من العسل، نضيف لها ملعقة كبيرة من نشا الذرة. ثم نضيف نصف كوب من ماء الورد. ونخلط المكونات مع بعض حتى يذوب العسل، ثم نضعها على نار قليلة ونستمر في التحريك. نتركه يبرد قليلا، ونحتاج أيضا إلى ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان. عندي طلب صغير منكم، وهو وضع إعجاب للفيديو والاشتراك في القناة، أيضا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لكي يستفيدوا من هذه الوصفة الرائعة. نضيف كوب من الماء، نضعه أيضا على النار يغلي لمدة 5 دقائق. ثم نقوم بتصفيته.
نتحصل على هلام جال هلام بذر كتان. نضيف هلام بذور الكتان إلى الخليط السابق، خليط العسل والنشاء، ونخلط جيدا. نضيف ملعقة صغيرة من هلام الصبار. من فضلكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. طريقة تطبيق هذا القناع: أولا نقوم بتنظيف البشرة جيدا، ثم نضع كمية من هذا الكريم على البشرة، يترك نصف ساعة ثم نقوم بغسله بالماء البارد. يكرر 3 مرات في الأسبوع. من الأحسن ترطيب البشرة بالمرطب المناسب بعد استعمال القناع. بالنسبة لباقي الخليط نحتفظ به في الثلاجة في علبة معقمة ويستعمل بنفس الطريقة. يستعمل أيضا للوجه والرقبة.